أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في إجابة سابقة في الدرس السابق أنه لا بأس من قراءة تفسير الزمخشري لطالب العلم المتمكن، وعلى هذا القول أخذ بعض طلاب العلم أنه لا بأس من قراءة أي كتب فيها أخطاء مثل تفسير سيد قطب حتى نأخذ منه المفيد ونترك الأخطاء التي ذكرها، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح هذا. هذا في الكتب التي فيها فائدة، أما الكتب التي ليس فيها فائدة لا تقرأ، مثل الكتب المعاصرة أكثرها ما في فائدة وليس فيها علم، إنما هي أساليب وكلام طويل وليس تحته فائدة ولا أحكام شرعية، وإنما هو أسلوب أدبي. فلا فرق بين الكتب العلمية القديمة والكتب المعاصرة. نعم، لا يؤخذ هذا من هذا. نعم.